بسم الله ادي شجر التوت. تمام، بص حضرتك حضراتكم المرض عامل فيها ايه. بص اقرا شويه عشان نشوفه. بص المرض عامل في الشجره ازاي، مصابه. تمام، مصابه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا قطب عثمان من قناه البستان الاخضر. حضراتكم قبل كده انا اتكلمت على فيديو على العلاج من البق الدقيقي، وانا قلت يا جماعه حشره البق الدقيقي دي بتمتص اي عصاره نبات. حضرتك بالذات لو انت عندك نباتات داخليه، نباتات خارجيه، عندك نباتات زينه، نباتات مثمره، موالح، اي نباتات عندك الحشره دي بتصيبها. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ الحل الوحيد، انا اتكلمت قبل كده وقلت يا جماعه انا كاستخدامي في المشتل بستخدم حاجه اسمها بستوبان مع زيت معدني. تمام، وان شاء الله حضراتكم لو احتجتوا اي حاجه من المعلومات او طريقه العلاج ازاي او طريقه الوقايه ازاي سيبولي في التعليق وباذن الله انا اعرف حضراتكم. تعالوا اوري حضراتكم منظر شجر التوت كبيره، المنظر بتاعها عامل ازاي. بصوا حضراتكم، بصوا ادي شجر التوت. انا بقطعها لكم دلوقتي، طبعا هي الغصن بتاعها جامد شويه غير بسم الله. ادي شجر التوت. تمام، بص حضراتكم المرض عامل فيها ايه. بص اقرا شويه عشان نشوفه. بص المرض عامل في الشجره ازاي، مصابه. تمام، مصابه يا جماعه. ده المرض ده خطير جدا، بيمسك النبات. تمام، لعندي ما بيمص العصاره بتاعته بيخلي النبات يعتبر عود ناشف. تمام، لان في ناس كلمتني كتير جدا قالت لي مسك الليل، الفل، الياسمين، الورد البلدي بيحصل له نفس الوضع ده يا جماعه. العصاره دي يعني حشره زي دي كده، انا هطرحها لحضراتكم دقيقه واحده. يعني بص ده حضرتك شايف الحشره، ده حشره شغاله. تمام، ده بقى دي زي ما انت شايف كده. وانا قلت حضرتك لو عايز ان شاء الله طريقه الوقايه ايه وطريقه العلاج ايه سيبولي في التعليق وباذن الله افيد حضراتكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.